الدولي مدرب حراس مرمى نادي النصر. مرحبا بيك كابتن. اهلا بيكم في نادي النصر ومنورنا. نورك كابتن. حديثك عن عمار، يمكن عرفنا ان في عرض من بيراميدز سبورت وعرض من النادي الاهلي، شايف ايهما اقرب لضم عمار او مفاوضات وصلت لفين ممكن تقول لنا؟ لا انا وفي عرض من سموحه ممكن يكون اكبر من عرض النادي الاهلي كمان يعني، لكن يعني اعتقد ان هنا الكابتن الخطيب هنا في نادي النصر له قيمه كبيره جدا، اكبر من اي فلوس ممكن الناس تتكلم فيها. واعتقد النادي مش النادي او الدكتور عمرو او الجهاز او كل الناس اللي موجوده في نادي النصر عارفه قيمه وقدر الكابتن محمود الخطيب بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي، هو ابن النادي، واكيد احنا هندعم الكابتن محمود الخطيب قدام اي عرض ايا كان العرض اللي جاي ده. دي وجهه نظر انا الشخصيه يعني، واعتقد النادي هيمشي في الاطار ده. اعتقد عمار لو هيكون قريب هيكون قريب من النادي الاهلي. شايف فرصه عمار كابتن مع النادي الاهلي كبيره ولا ينتقد مثلا سموحه عشان يقدر يلعب؟ يعني عمار يعني انك يجي لك النادي الاهلي ده شيء ما يترفضش، اما يروح سموحه عمار ممكن يلعب او ما يلعبش، دي ظروف ممكن تخدم. لكن انت في النادي الاهلي اي لعيب بيمشي من النادي الاهلي بيروح فين؟ عند كم يعتبر هو جاي من النادي الاهلي، هو جاي من النادي الاهلي ممكن يروح نادي الزمالك اللي هو يعتبر القطب الثاني للنادي الاهلي. فان لعيب يجي له النادي الاهلي، لا انت كلعيب بقى اثبت ان انت افضل، ما تدورش على المساحه الاقل وتقول انا هروح المساحه دي عشان العب، لا انا هروح احسن مكان في مصر اللي هو بالنسبه لنا النادي الاهلي ونادي الزمالك، وهثبت نفسي وهقول للناس كلها ان انا لعيب كويس وان انا لعيب اقدر استحق ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي او البس تيشيرت نادي الزمالك. كابتن استقريتوا على بيع عمار خلاص رسميا؟ هو الموضوع فيه مفاوضات لكن لسه مفيش حاجه بشكل رسمي حصلت. لكن مين اقرب الاهلي او ولا نادي بيراميدز؟ والله اللي الاداره هتشوف فيه المصلحه للنادي ومصلحه اللعيب برده في نفس الوقت هتعمله، لكن طبعا هنشوف مين اللي المفاوضات فيها جديه وهنتعامل معاه وهنخلص معاه. سؤالين كابتن اخيرا يعني بخار، شايف تجربه عمار لو انتقل النادي الاهلي هل تكلل بالنجاح ولا انت شايف ان هو يستمر شويه لحد ما ينضج؟ عمار من اللعيبه كويسه جدا بس هي الموضوع محتاجه فرص، يعني عمار من اللعيبه الموهوبين لكن هو الموضوع فرص. النادي الاهلي نادي كبير وعنده لعيبه كبيره وعنده كم كبير من اللعيبه، هي محتاجه يكون مدرب بيقتنع بان يدي لعيبه صغيره وفرصه ياخدها وياخد ثقه، لا هيمشي بشكل كويس جدا. كابتن عمار حمدي نجم نادي النصر موهبه الصاعده، بنرحب بيك على شاشه الال تي سي. اهلا بحضرتك يا كابتن. كابتن عمار يعني ما شاء الله انت في فتره وجيزه قدرت ان انت تثبت نفسك تقدم مستويات مميزه الموسم الماضي، يعني عرف الناس مين هو عمار حمدي؟ والله طبعا بشكر ربنا ثم كابتن سيد عيد على مساندته جنبي، هو اللي قدر يظهرني ومستوى يعني انا في الملعب، هو كان بيفضل يحمسني وكده الحمد لله، يعني قدرت اعمل حاجه لنفسي والنادي ان شاء الله. السنه اللي فاتت كنا سمعنا كلام كتير عن عقود جايلك من الزمالك وكانت عقود من اوروبا، كلمنا عن العقود ديت وقفت ليه ومستقبلك فين السنه الجايه؟ لا يعني الموضوع اللي هو بتاع بازل كان معايشه، فالنادي كان عاوز بقى نهائي فالنادي رفض لما لقوا معايشه بس، وما اعرفش موضوع الزمالك ده انا برضه سمعت عنه بس ما اعرفش اللي حصل بعد كده. ما حدش كلمك بشكل رسمي من الزمالك؟ لا ما حدش اتكلم معايا في حاجه، السنه دي الموسم ده بدايه الموسم اللي جاي، العقود اللي جايه لك ايه؟ عقود من اوروبا يعني سمعنا برضك في عقود من سويسرا وبلجيكا. انا سمعت زي حضرتك موضوع جينيت اللي هو البلجيكي، ما اعرفش بقى ايه في سويسرا، سمعت الاهلي بس انا ما اعرفش اي حاجه تحت عمر النادي في اي حاجه، قالوا لي اطلع بره او هنا تحت عمرهم في اي حاجه، هم اللي عملوني يعني اعتبر بعد ربنا يعني. في عقد الزمالك موجود السنه دي برضه ولا؟ لا ما سمعتش حاجه من الزمالك السنه دي، هو الاهلي بس. حد كلمك بشكل رسمي من الاهلي او في خطابات رسميه وصلت النادي؟ هم بيتكلموا مع النادي، هو بيتهيألي بعتوا فاكس رسمي النادي وبيتكلموا مع الدكتور عمرو وكابتن سعيد، ما حدش بيتكلم معاه في حاجه. وقعت يا عمرو يعني سمعنا عمرو ان انت وقعت للاهلي، صحه الكلام ده ايه؟ مش مع حد اصلا عشان اوقع. شايف ان شاء الله ربنا يكرمك في موضوع الاهلي، شايف يعني قلقان شويه صغر سنك حته فرصه مشاركتك مع الاهلي يعني هتبقى ازاي؟ طبعا لو اي حد طبعا يتمنى يلعب في الاهلي، بس انا عارف ان الدنيا هناك هتبقى صعبه لان صغير وفي لعيبه هناك كبيره كتير، يعني في لعيبه خبره كتير، هو اي حد يتمنى يلعب في الاهلي فربنا سهل ورحت ما حصلش نصيب، رحت اي حته فضلت هنا في النادي اللي عايزه ربنا يكون ان شاء الله. عمار انت بتلعب تحت المهاجمين؟ تحت الفراغ. ناس كتير لقبتك ان انت تكون خليفه عبد الله السعيد في الاهلي، مأثرك الاعلى في مصر؟ محمد ابو تريكه طبعا. فرصه يعني السنه الجايه المنتخب في حته احلال وتجديد في المنتخب، شايف يعني هل ممكن تكون فرصه ليك السنه الجايه؟ طبعا الدنيا طبعا هتبقى صعبه بس الواحد هيعمل اللي عليه وهيتمرن
واللي عايزه ربنا هيكون باذن الله. بس طبعا الدنيا تبقى صعبه طبعا في المنتخب بس اللعيبه الكبار اللي هناك ده. انت موجود في منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي عمان؟ كنت موجود في منتخب الشباب بس خسرنا من السنغال لما طلعنا. بس لا ما رحتش الاولمبي ما رحتش. استفدت ايه من وجودك في منتخب الشباب الفتره القصيره دي؟ طبعا اي لعيب صغير بيلعب في المنتخب دي بتبقى حاجه كبيره، بتبقى حاجه كويسه ان تلعب باسم منتخبك منتخب بلدك، وانك تلعب ماتش زي السنغال لو كنا كسبنا وصلنا كانت هتبقى حاجه كويسه قوي. بس الحمد لله يعني. هرجع تاني لحته الاهلي، يعني طموحاتك ايه مع الاهلي؟ تتمنى السنه الجايه تشوف نفسك في الاهلي؟ تتمنى يعني لو قدامك الاهلي وعرض تاني من اوروبا هتفضل الاهلي ولا العرض بتاع اوروبا؟ طموحك فين؟ لا طبعا لاي حد يتمنى يلعب في الاهلي طبعا. بس انا كان نفسي احترف، نفسي احترف. بس اي حد اي لاعب في مصر يتمنى يلعب في الاهلي. بس فنشوف بقى الاداره هتعمل ايه وكابتن سالم تحت امرهم في اي حاجه. انت كام سنه عمار؟ 18. بالتوفيق عمار كده ونشوفك في مستقبل افضل ان شاء الله. ربنا يخليك.